حكمتها بحبتين ماجي. قالت لي لا والله فمي صغير باخذ حبة واحدة. انا اقدر اخليها تاكل الحبة الاولى اقول يلا ارقم الحبة الثانية. بس قلت يا رجال معليش سكوري في الدبل وكذا حبابة. اليتيم دائما حنون لكن ما حد يحن عليه. اليتيم دائما حنون بس ما حد يحن عليه. قسما بالله العظيم يا رجال الله بينصرني الله بينصرني الله بينصرني من فوق سبعة. سمعتي ولا لا؟ انت ليش معصب؟ غطي الصوت غطي الصوت. طيب اسمع وين إلاف؟ جيبوا لي إلاف يا ناس. ايش تسوي لي رفض؟ اسكتي. لعبت مع واحدة وطت فيها قصة هي ومعها قطري ينفقع قلبي. يلا يفقع قلب العدو. دائما انت الناس يوطون فيك قصة جت عليها مسكينة. مليتي والله يا ليتي. يلا فدا. كيف حالك؟ والله الحمد لله. بناتك طيبين ما عليكم خلاف ان شاء الله؟ يا ربك الحمد. وش معك؟ والله ما انت عاجبتني يا بنت عمي قسما بالله. هو مدري وجهك كذا مخضرين مدري مصفرين مدري وجهي مصفرين؟ والله العظيم والله ما انت زي البارح قسما بالله. والله اني نفسه يا ناس شوفوا وجهها قسما بالله مصفر كنا من دعكة بهرده. هردوك دقيقة احنا افتح وجهي كيف اقوله؟ وش مع شعرك ما هو مكدود؟ قوم انقلعي كدي شعرك. كدو صفحك قعدت ساعتين عليه كدو وش معه ملولو؟ طيب من هني ملولو كنا مشلح قومي كدي شعرك. اقول كدو قلبك دي ويفي ويفي اسمه. اقول كدي شعرك اسمع كيف اغير كيف اجيب بدكايه؟ وش تجيبين؟ ابى افتح وجهي كيف اقول طالعي في الكاميرا قولي انا صديقة سعيد حنش والمحي يوم يقر معك على طول. ها كذا خليته الله هو الخلقة ربك عبدني شي قهر خلقة حسدني في قلبك. هي ما هي من الفلتر هي من الخلقة نفسها. عينك على نفسك مشروبة انت على طول لسانك. وش معاك برطمك كذا مسود كنا براطم مدخنين؟ يا بقعاء يا بقعاء مفروب ان كان قعدت 4 ساعات وانا اتمكيج وتزبط. حطي حمره وين الحمره؟ وش احط حمره؟ اللي لونها احمر يعني. وش دخلك فيني احط حمره حمراء ولا خضراء؟ ايش دخلك؟ وش معك كذا كنك اعد بالله من الشيطان كنك تنازعين بتموتين بعد 3 ايام 4 ايام وانت مودعه. قومي تتحسني يعني اها براج احمر؟ ما ادري في خاطري كذا انا براج احمر ولا لا؟ انتم قولوا لي انتم علموني. دي ماشي اللي حسدني في قلبه. اقول خلقت يا شياطين والخلقه يا اله لا تفقعين قلبي. احمر يعني عشان الفستان احمر. دقيقه دحين اوريك حركه اسويها. هاي يا اخي انا ما عندي اضاءات هنا يا اخي اصبروا علي اعطوني وقت. ايوه ماشي زحمه عادي خذي راحتك يعني لما ان شاء الله بعدين يعني دقيقة. ولا كان خبيتي لك إضاءة زي حقتي عد بالله من الشيطان. يا الله حسن الخاتمة يا الله انفروبة يا بقعاء. ها أيوة كذا يا حكمة. لا 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 كذا عودتي صفراء صفراء. انا لوني اصفر. طيب شو اسوي؟ مسويه تان انا. وش مسويه؟ مسويه تان شوف لوني كيف. يا شياطي يعني فوق الخلقه هالدماه لون الدماه؟ ورب المصحف ما الدماه غيرك والله العظيم انك انت الدماه. احط روج احمر علمناك من اول النهار قلنا هبي حامره فوق برطومك قوم اذلفي.
ربك انها تجنن هذه. لا اكبر. انا مهل اللي انا حاطته على شفايفي تدري بكم؟ 500 ريال. 500 ريال الله يعطيك العافيه، راح اخذ لي نص تيس مندي ب 500 تاعك. ما في عقلها. انت بعدين ايش دخلك فيني سؤال؟ وليش تطاوعني طيب وتعدي؟ مدري بقرة. استغفر الله العظيم. الله محبك انك تحسسني اني دما وانت الدما ورب مصحف. بالله انت من ياخذ، بالله انت من ياخذ ذوقك ورايك؟ امي الله يسعد امي دائما تشاورني. خلاص حاطه مناكير احمر ولابسه اليوم احمر. يعني فستانك احمر واظافيرك الطوال تي اللي كلها وصخن حمراء. وقفت عند الطول. ما عندي اظافر تراني مقصقصتها. يا لطيف، اول بنت ما معها اظافر طويله قسما بالله. ايوه لانه انا عندي شغل يا اخي ما اقدر، اظافري بتتكسر ان شاء الله. بعد بالاظافر يعني ولا كيف طريقتك انت؟ بيديني يعني اشتغل بيديني. وش بنايه انت ولا مليس ولا وش تشتغل؟ مليس اكيد. انت ايش دخلك؟ بحس سؤال، انت ايش دخلك فيني؟ اه بعد انت ايش دخلك فيني؟ لا تنفصل. لا ما شاء الله قبل شوي خلاص رايح رايح جاي وانت رايح جاي نار الدنيا. لا وانا عندي تقعد تنافخ نفخ وساقك. انا ما ودي اقول نفخ وبرطومك قد ما انتفخ خلقي. لا والله عادي خلي ينفخ شويه ما يضر. والله انا صراحه اعتب على البنات اللي يحطون ابره في البرطم. تعالي عندي وانا انفخها لك ببلاش، الطمك فوق برطمك ولا منتفخ من الله. هذا فلتر اربع ايام ببلاش. ها ارحب يا خالد. اما اذا لطمتها ما بتلطمك هي وربك عم ترد لك الصاع صاعين. لا انا ما الطمها يعني كذي مضره فيها، ما هلا ابغى انفعها يعني انفخ برطومها يعني. ما هو قصدي يعني. منفعه يعني هذا بدل ما تروح تخسر ابره ب 2000 ولا ب 2300 انا ببلاش اصمك فوق وجهك. اصمك عمرك انت. صمك بعضك بعض. فخ وين فخها؟ نحن انا جلست ساعتين. تدري اني اليوم ضيعت جوالي يا سعيد نسيته في حي ثاني. في ذمتك. تخيل حاطه صورتي فيه. يا الله هو الخلقه مفتوح الجوال؟ يا شياطين. تخيل ارسلت السواق حقي لمن هناك. ها. قال لي ما هو موجود. اوكي؟ ها. رجع عندي احدد الموقع يطلع لي هناك في نفس المكان اللي انا كنت فيه. لو معك جوال ثاني تقدرين تشوفين فين هو؟ ايوه جيت سويت شلت الايميل من هنا وشغلت الايميل القديم اللي هناك. حددت الموقع وطلع هناك. طيب انت ضربت مشوار ساعة وانت رايح وانت راجع تقول لي ما في، كيف اقنعني؟ ما يدري ضعيف يا إلف ما يدري. اقول لك قدامه كذا كذا مكان ما انا كنت جالسة. تخيل. طيب ورجعتي انت معاه يعني مرة ثانية؟ اي ورجع هو مرة ثالثة رجع راح جابه. يا شياطين. الجوال بس لا يكون فيه شيء خاص يعني ولا كيف طريقتك انت ولا؟ هذا جوالي الخاص حقي. يا شياطين وليتني لقيتك انا امداني امتلخت ما في حساب البنك كله حولت عليه. مرة من البنك بتقعد فاتح ابوابها لك تقول تعال اسحب بس. لا من الجوال على الراجح. ايوه اخذ كل شيء. طيب اوكي دخلت على الراجح كيف تعرف الرقم السري؟ ببصمة الوجه. ووجهك وانت شايف وجهك؟ لا بحط اشغل جوالي واحط فيه صورتك يستقبل عادي. ها طلعت صورتك. ايوه سعيد حرش صليب راسه انا ما اعطوني لايف برو كذي على الفاضي على فلان. طلعت سراق. أيوة. يعني يا سعيد حنش القروش لايف برو علي الطلق ما اخلي لك هلله واحده لا اخذها حتى الهلله لا اخذها. ها ما قدرت لك من اذنك. عادي ابى اروح انسجن عادي اهم شيء قروشك ما والله ما عاد ترجع لك. ابى بيرجعونها لي وانت بتقول تاكل ضفعي في السجن. انا بطلعها من البنك ما عندي اخليها في البنك. بتجيبها وانت ما تشوف الدرب تقعدين في السجن مخورن حتين تطلع قروشي. لا ما عليك تتنازلين عن ولد عمك؟ ورب كعبه ما تنازل عنك. ها من يوم دقتها حليه امداها هذا الحين فوق 6 خانات 7 خانات. والله لحط ذاك المحامين لا
لا خليهم ياخذونك رايح جاي. انا ما عاني اجيب محامي، برسل لك امي. والله لو كنت ترسل لي قبيلتك كلهم ما اتنازل عنك. ابو حنش اها علمتك يا السروق. يا ربي ممكن تفوزوني عليه دي كلها كرهم في ابو حنش. طيب اسمع اسمعي إلاف، البنات ينشدون عندي في البث يقولون شوف 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 الصور دي، جوالي اللي ضيعت. جيبي لي هذا وارفعي المكيف. ها يا شديق يا فصيخ. ولا برم اقوم كاتب. ها فزت عليك بعد من جولتين. انا ما العبها من اول جوله معك، العبها من جولتين. لا لا جيب هذا كذا ارفعه بموت برد. إلاف البنات يسالون يا شيخه، والله عندي يسالون يقول من فين اشتريتي فستانك؟ ردي عليهم فكيني من التكرار هذا. اللي تبغى تعرف تضيفني سناب وتقول لي كلام حلو، تقول لي الوف الحلوه. ايوه خلاص. إلا انا بكتب إلاف الضفعه منين اخذتي فستانك الدمه؟ تعالوا يا بنات انا اعلمكم بكل حاجه يا عمري. انتو سعيد عندي لك سؤال وكلكم اللي موجودين. يلا اوكي هات. يا اخي في مشكله انا قاعده اعاني منها. انا اشتغل في الصحه، انا علاجك عندي من الحين. شنو؟ ما ابغى الصحه انا. ومشكلتك في الصحه يعني؟ لا. ها وشنو هي طيب؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل. استغفر الله العظيم. الله يوريني فيك عجائب قدرته. ابو حنش من انت ميده؟ اقعد انت مالك صلاح. من انت ميده؟ الحين بعلمك اقعد. اخرعتيني الله يعطيك عافيه، حسبتك ميدي. الله يجعل لك بحادث يا شيخ. ما يبغالك جثه يا رب. استغفر الله رابع العظيم. مره اطلع رقم ومدري من ينشره. ما عاد ابغى جوال خلاص. ما عاد ابغى جوال ولا عاد ابغى ارقام، انا بكره بفصل كل الارقام اللي عندي. تسمحي لي ادعي بذلك؟ الله يجعل له بحادث اللي قاعد يوصل. انا بدعي. الله يجعل له بحادث ما يلقون جثته ابدا. الله يجعلك بالساحق والماحق والرصاص المتلاحق والدين المتلاحق. اسال الله العظيم انه يزلزل الارض من تحتك ويغطبك للزيت. ها ولا عاد نلقى لك نسب. رفعت الحين رفعت طيب على موبايلي، اذا احد سوى سيرش على رقمي واحد اعطاه الرقم قد جيبونه لي والله العظيم. تخيل سعيد تدري انا رقمي هذا. لا تطلعين باسمك طيب، يمكن هم يكتبون إلاف الزهراني رقم تلفون جوال ويطلع في العم جوجل. يا اخي مستحيل. شفت لو هذا كان كل الناس يكتبون مثلا سعيد حنش ويطلع رقم سعيد، مستحيل. هذا شخص قاعد يوزع رقمي. تخيل تدري هذه رابع مرة أنا أطلع رقم. تخيل أجل إلاف تسمح لي أقول لك هرجة؟ إيه هم من اللي يعرفونك. أيوة هم من اللي أقسم يعرفونك. بالله أقسم بالله لو أقول لكم كمية الاتصالات اللي قاعدة تجيني شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. لا تردين أي رقم ما تعي أغطشي لدرجة أقسم بآيات الله إنه رابع مرة أنا أطلع رقم. اخر رقم هذا اخذته ب10,000 اوكي؟ قلت لك ما حد يعرفه والرقم ابو حنش بكم؟ قلت انه صعب يوصلوا له يعني. ما شاء الله بكم اخذته؟ 10. هو يدق من حاله ذي الرقم ولا ايش؟ وش فيها يعني؟ يدق من حاله صح؟ رقم مميز. يلا انك تبهتها يلا انك تغرب عليها، يلا انك تخذلها يا مروحه. 10,000 تدري يا مروحه 10,000 اروح احطها دفعه هولة في سياره صيني. يا اخي لاني تعبت يا بس انت مع قروش ما تدرين فين تودينها. يا اخي لاني تعبت يا سعيد اقسم بايات الله تعبت تعبت تعبت. تخيل كل ما اطلع رقم يطلعونه،
كل ما طلع رقم يطلعونه، كل ما طلع رقم يطلعونه. الحين خلاص أنا ما عاد أبغى يا أخي. تخيل جوالاتي 24 ساعة مقفلة، 24 ساعة جوالاتي مقفلة، تخيلوا. طيب أنت ليش ما تسوين زي الناس اللي كلنا نسوي زيهم؟ خلاص أنت عندك منسقة صح ولا لا؟ طلعي جوالك واعطيها الرقم، هي ترد وتكلم وتستقبل اللي يبغاك في شيء ضروري، هي بتعرف توصل لك. يا اخي رقمي اللي انا اكلم فيه امي وابويا واخواني واخواتي واهلي، رقمي الخاص اقول لك. ان كان تبغين تكلمين اهلك في الحل كبينه، تعرفين الكبينه؟ وش الكبينه؟ وخذي معك بطاقه زاجل ودقي، افتحي الخط بصفر ودقي. يا اخي والله تعبت، مره تعبت حقيقي، اقسم بايات الله. مو رقم إدارة أعمال، رقم إدارة أعمالي معاها، أنا أقصد أرقامي أنا الخاصة. أقسم بالله رابع مرة أطلع رقم، أقسم بالله. بس ما في فائدة، مرة ما في فائدة. طيب وش بتسوين يعني الحين؟ اللي صار لك في الأرقام اللي قبلها بيصير في الرقم أبو 10,000، وش استفدتي؟ يعني وجه الله وش استفدتي؟ عادي الرقم أقدر أبيعه، ترى أنا عندي رقمين مميزة. حبيبي أنا كل يوم، أنا النايف طلب واحد من أرقامي طلبه ب20، مدري ب30، تذكرون بنات؟ ترى أرقامي كلها مميزة. حبيبي واحد. كلها يعني رقم واحد يكون. أنا بس رقم واحد. الرقم الأخير اللي يكون غير شيء زي كذا. أنا طيب أنا أعطيني واحد. كيف؟ كيف يعني كنترول كول؟ أنا أسوي محولته على مقفل. تتصينة قاعدني ما أسمعك. إيش؟ أقول حبيبي واحد منها يا المروحة. دقيقة قالوا لي. كيف يعني بنات اكتبوا لي في اعداد بالايفون تجاهل الارقام المجهوله، كيف فين القاه؟ دقيقه يا كبرياء اشوف فين احصله. العب الفاصله بيض الله وجيهكم عاليه المخفي، فين احصله ده؟ والله تعبت اقسم باياتي. لا واذا قلت من وين جبت رقمي طيب؟ الاف وش يقول؟ طيب من وين جبت الرقم؟ اجتهاد شخصي من فاعل خير. الله اكبر يلي دالحينها يا الاجتهاد الشخصي اللي انتم فيه. مشرفات اشتغلوا على التصويت، وين التصويت؟ اعطيت الريموت ما عاد اقدر. ما رضيت بالاعداد. دقيقة شوف ما في، مو مكتوب. اسكات المتصلين غير المعروفين؟ ايوه يعني اي رقم انت ما انت مسجلتنا عندك ينغطش من حال. خلوني اسويها، والله تعبت اقسم بايات الله. مليت. لما قبل شوي واحد دق علي، قبل ما نفك اللايف، وفكرت مين؟ فكرت السواق. قلت ولا اللي رقمي ان جوالي ضيعته عندهم. رديت الو السلام عليكم الاف؟ قلت هلا مين؟ قال معك فلان الفلاني. نعم. قلت من فين جبت رقمي انت وانت مين؟ قال انا جايك في موضوع. قلت من وين جبت رقمي؟ قال اجتهاد. اسمعي الموضوع يمكن معاه علم ينفعك يعني. ما ابغى. طب اسمعي انا معي لك فكره. ما احتاج من احد ينفعني. اسمعي انا معي لك فكره، انا معي لك فكره. اللي يبغى ينفعني ما يجيني ويقول لي انا جايك اجتهاد شخصي. اجتهد. اجتهد. اسمعي فكرتي يا انت حلال. حولي رقمك علي. ايه. علي الطلاق لعبالهم عقلهم في رؤوسهم، قسما بالله لا خلي الواحد منهم يقضي رجال. شكلي صدق ولا بطلع تدرون باسم مين؟ بطلع باسم شغالتي اللي فيه خير يجي يطلع اسمها. والله ما في الا كذا. الله يعزك يا خالد، لب روحك. والله قلت ادب قسما بالله. ايش؟ لا 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 لا. كليني يا بساس الديرة. طيب اعلمكم مرة ايش سويت؟ اسمع سعيد اعلمكم مرة ايش سويت؟ خالد لبابوك، ها ايش سويت يا شيطان؟ قبل تقريبا اسبوعين. طيب تخيل انا نايمة دق جوالي الو السلام عليكم ومدري ايش ميلاف الزهراني. قلت يا هلا والله.
معاك اس تي سي ومدري ايش. قلت طيب موبايلي. قلت طيب. قال في رمز بيجيك اعطينا اياه. طيب تخيل اعطيتهم اياه. تخيل ايش سوى؟ رفع لي الليمت. طيب انا شريت. اي والله صارت في واحدة من خواتي هي رفعوا لي الليمت راح اشترى فيها. الله لا يوفقهم يا شيخ. من هواوي تخيلوا. ما ادري كيف صحصحت انا فجأة. صحصحت زي كذا قلت ما ادري تيلا على رسائل صح. قلت انا ايش سويت؟ انا ايش سويت؟ خل على طول دقيت على مين؟ على موبايلي. طيب على طول وقفوها. بس بعد ايش؟ بعد ما ارتفع الليمت عندي. ولا عاد تقدرين يعني تشتكين ولا أيوة. بموافقتك انت. ايوه بموافقة. هلقمي حتى انت قد صارت معاكم؟ صارت مع واحدة من خواتيها فلح عليها 6000 ورب الكعبة. اصلا قالوا لي احمدي ربك انك ما وصلتي لانهم تدري انهم يوصلون لي 7000 بعدين يوقف عليهم او 6000. راح من عندنا الوالدين اشترى له تلفزيون دي النحيف دي الكيك كمان ورقة. شوف كلهم يقولوا صار. تخيلوا ربي صارت معاي وانا نايمه وعز الجلال. يا ويلهم من الله. يا ويلهم من الله. الله لا يوفقهم يا شيخه. يا اخي ليه زي كذا يا اخي؟ يا اخي والله لو اموت جوع. حراميه ملاعين جدف. والله ما اسوي زي كذا. طب اسمعي اسمع اسمع اسمع. شفت الشيله اللي شغلتها امس؟ حقت ايش؟ بنات شفتوا الشيله اللي شغلتها امس؟ تخيلوا صاحبها نزل المقطع حقي عنده. سعيد سمعت الشيلة الجديدة؟ وش نيتي؟ اسمع اسمع يا سعيد. سعيد سعيد انت تعبان. خلي خلي ربه ينزل لي حتى انا. ترى كنت طلعت في التلفزيون طلعت في مقابلة ها؟ دبا يفلحك تبغى تحسدني حتى على دي؟ يا لا فتي بتقول وربك عم لعايرك عمري كله. هو والله العظيم من اليوم قعدت اتذكر. اسمع اسمع انا 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 برضيك. انا برضيك يا بتعد بالله من الشيطان. معي مقابلة في التلفزيون بعد شهر. الى من طلعت بالله لا اقول اسمك كرامه. ها خلاص لا بالله. بعد ما انا تناقرتوك بعد ما انا تخزيت فوقك عشاني والله اني يعني صديقتي وحبابه. لا ربك عبا لو كان فيك خير اقسم بالله لو كان فيك خير يا سعيد حنش ها وتقدر كان قلت اول واحد ايلاف الله يسعدها. والله ما قد شفت منك وردة واحدة. الكذاب الفاضي. ما هو ضروري وردة. ما هو ضروري وردة. السؤال اللي جاني كان واضح. من اللي يدعمك؟ انتهينا. مالي صلاح. حتى أنا مالي صلاح. سعيد أنت مجروح من الحب يا سعيد ولا لا؟ حتى لو مجروح بحط رصقة وأكمل. يشطب الحب. صبت عقد قاله. أصلاً قد قاله قال ما 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 مالي في الحب. اسمع اسمع يا سعيد. اسمع. اسمع يا لا 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 يا لا 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 اللي ظلمني دعيت الله والرب حسيبا يغلون وادي سبا واللي تكن فيه مظلوم وسيل لا سالي لهم بالمحاكم وطيب بسمع عنا يا ناس من غير شاهد. أنا أوريك. وتضيقون الى مني قلت لكم اليتيم ما حد يحبه. سنابي في البايو اللي ما ضافني يضيفني في السناب. تضيقون الى مني قلت لك اليتيم ما حد يحبه تقول لا يحبون. هيا القم هيا هيا القم هيا القم. هو كيف يسحب علي علمني
انت انسان ما عندك ذوق، ما عندك احترام ابد. لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. مالك صار مزين اغانيك انت. انا اسمع اغاني، انا اسمع اغاني مصريه شعبيه، وشان قال اسمع شيماء الشايب، هذا اغاني شعبيه يا الكذاب. مشعاب قطع ظهرك. مشعاب يدق خشمك ان شاء الله. مشعاب ينفقع نخاعك ذاك. يا المخوره انت على طول لسانك المترين ذياي. وربك عب ان لسانك انت اللي يلق اذانك. خذوها والخلقها الصفراء. مالك صلاح. كنا مدهونه بهرده. انا اوريك. ايوه هذه الخلقه. قطع الله روحي والخلقه. ايوه كذي. ها لا وربك عب والله انها ظلمتك النور ذي. لا لا ادهكي هي لاف ادهكي. ايوه كذي بسم الله على قلبي. والله الشيل تجنن اقسم بالله. بس سعيد سعيد غيران عشان ايش؟ عشان صاحبها نزل المقطع حقي. طيب انا لو شغلتها يجي يفزع لي راعي؟ ها والله ما يفزع لك، والله ما يمح فيك حتى. ايوه طب انا اسم الشيله دقيقه اقول امانه تكفون الله يجعلني فداكم. اذا تحبوني اكتبوا سمعنا الشيله عندي الاف، اكتبوا في التعليقات. اصلا شوفوا ايش كاتبين، ايش كاتبين في اللايف في التعليقات. اللي من عندي الاف التيك توك يصف جنبي. هي عينكم اقسم بالله انكم مطانين. انت مو مجالسي، واللي ظلمني دعيت الله والرب حسيبه حقت ماهر الوزاب. حتى انا بسوي لي شيل. مالك صلاح. يا غيره. يا قهر. طيب لو سويت شيء تسمع لي يا إلاف؟ ما بسمع لك، من هيالتك اسمع لك. انا قهرت فيك هنا في التيك توك، باقي اقعد اسمع لك برا التيك توك؟ ابى اغير صوتي بالكمبيوتر. غني اشوف. والله؟ لكن بالله يا إلاف صدق والله اعطيني رايك بكل صراحه، لا تقعد تفقع عن قلبي. طيب بدون طحن خواطر، صوتي اذا ما اقول اذا ما يعني لا الليل كله. لا والله صوتك كثير ترى، بس اشوف سمعني في الشيلات. تكبيس يا عيال تكبيس بالله. تكبيس في شارع عادة تكفون. أنا غني معانا على اليوتيوب. صح قلبي حزين، صح نفسي حزينة، بس وصلك غنيمة مستحيل اعتزلها. انت حاجة مهمة وانت حاجة ثمينة، من لقاها حرام ما هي دور بدلها. صدر المدينة واقبل الليل ما في أسئلة ما سألها. قال صاحبك وينا؟ قلت ما أعرف وينا. انتهت قصة إن شاء الله بكرة أحسب إني بطلها. كل قام مثل وجهه ما لقى مثل عينه، من يشوف العيون ناعسه ما جهلها. صح قلبي حزين، صح نفسي حزينه، بس وصلك غنيمه مستحيل اعتزلها. انا ما غنيت لها يا اخوان، غنيت لكم انتم.
بالله ايش رايكم؟ يجن صوتك. ما حد طلب رايك، القوم يكتب. ايش رايكم يا كومنت؟ بالله بالله ايش رايكم؟ ايش الابداع؟ هبيتي لي كتم يا المخورة، ها تحسب انت اللي ما هب لي كتم، كتموك. انا ما اسمعين فوق الكاميرا كيف قعدتي اذني ما اسمع الا صوتك. ادري 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 ما عليك من ولا برم. ابمدح والله يا عيونك، انها عيون واحده تبغى تداوس. خلوك ذا بالفاضي، هم تثق فيني؟ اوه اثق في الحنش ولا اثق فيك يا مخورة. من زينك من زينك. لا انا اللي بموت، انا اللي بتقطع، انا اللي مره اذا سعيد حنش ما وثق فيني خلاص انتهت الدنيا. مين انت اصلا؟ انت مين؟ انا سعيد حنش غرام الزهراني. من هو سعيد حنش غرام الزهراني؟ صليب راس لايف برو ونعم. ما عليك زود، انا في ذا قلبك. لكني والله ما اشوفك شيء ولا اراك شيئا. انا ما تدري ايش اشوفك. جناح ذبابه، جناح ذبابه، حتى جناح ناموسه، الذبابه كبيره عليك ناموسه. ها ها كالناموس ان شاء الله انها تقبصكم من كل مكان. حتى الله يا ربي ما عاد يبدي وجهي كل يضل يكمل. خلية النحل ما شاء الله، خلية نحل تطلعين الديره ولا تفرجي في مكان الديره؟ انا دحين صرت في الرياض خلاص. هاي انا بفلح الدين الاسبوع الجاي، ان كنت تبغين سمنا ولا عسل ولا قرصان. ها قلت اضعك الكلام، قلت تبغين ما كل ما دخلت معك تبغين موية زمزم ولا تبغين مساويك، وجيتي لين جدة ما بيت. ما عمرك طلبتي موية الزمزم، كنا ما عليك خصة فيها. هو ما قلت لك وربك هذا ما قلت طلبتيني. ما قلت لك ذاك اليوم قلت لي ليش جاي؟ قلت جاي عشان ترسل لي موية زمزم. والله صدق والله تبغين موية زمزم وربك على بكره ارسلها لي قسما بالله. ترسلها لي الرياض؟ ارسلها لك مع كداد وتستقبلينه انت في المواقف تاخذين مويه. كداد كدو صفحك عشان تجيك في نفس اليوم، ما تجيك الا بعد يومين ثلاثه بيذبحك العطش. لا حكم معي مويه ما عليك. ها خلاص تم تم، ابى اخلي الدفع عند الاستلام. ها ما معي قروش انا قرش ظهرك. دفعوك يا شيخ يفبير ويزقم بك على وجهك كذا يدفعن بك، ما توقع الا باطن. الدفع عند 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 التوصيل. انا ثلاث مرات فزت عليك الحين. لا لا مرتين كذا. لا مرتين ثلاث مرات راحت ثلاث حصانات مرتين. يلا وين الثلاثه؟ وين الثالثه؟ وريني اياها. الجوله الاولى والثانيه وهذه الثالثه. خليك ذا بالفاضي. فين الثالثه؟ يلا وريني وريني. كل شيء مسجل، كل شيء مسجل بالوثائق والاثباتات. رب القران انا فزت جوله وانت جوله وبعدين انت جوله. هاي كبه كبه هذه الثانيه. لعبنا الفاصله فزت فيها وهذه فزت فيها الحين. شربي تغديبك، تغديبك انت ان شاء الله. انا تغديبك انت. ترى امي ضاقت منك. حتى انا امي ضاقت منك. امي تقول انت اي لفتي ما نفخ جدك بالمناذير. استحي من الله يا بنت. قلبها قلبها عليه ورب مصحف اني انا اللي قالوا لي. تخزت فوقه هم وامي تخزت فوقه. قالت والله ما تدخلي مع قالت عبا جلدك مناذير، قالت انت مريضه عندك سكر طول الليل وانتم يلا تندرون ببعضكم بعض. ايوه صح إلاف على طال السكر، انت امس تعبتي والله بعد البث. يقولون إلاف قفلت تعبانه بالله صدق؟ اي والله كان سكري مره مرتفع. ها علمناك. الوسخين اللي في الكومنتات لا تردين عليهم. بيرتفع سكرك بي 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 بي. تعودي من الشيطان يا بنت حلال. والله اليوم لما صحيت والله سكري مرتفع بعدين نزل. علي عن قلبك والله ما تشوف نازل نازل. اقول لهم ما تبغون اكل؟ ابغى احد يقول لي ايوه ابغى ابغى اكل عشان انا اتحمس اكل. ما حد قال. توني قبل شويه اكلت بس. الجهاز ذاك هو باقي في يدك حق الاسعاف يعني ولا هي؟ لا فكيته اليوم. ها عشان البارح اجل لو انه مركب كان ذاك عرفتي من اول الليل. لا كان مركب امس وامس كله اصلا يصيح، لكن انا اليوم فكيته اليوم انتهى خلاص. شوف شوف باقي معايا بس هذا. دي وشنو؟ هذا الجهاز هذا الأساسي طيب، بس البلاستيك خلاص انتهى يعني لازم أركب جديد. بكرة بركب، ما أخذت اليوم، اليوم كنت مرة مشغولة بصراحة. بعمري خذيته بس إني رجعت للإبر. ترى الإبر زبطت لي السكر الحين يعني شوية. بسم الله يا إلاف والله لو الصحة تنعطى. ها لو الصحة تنعطى
اني لعط امي. اي والله تحسبني بقول ميتك؟ والله ما تبلع والله واحد جرام، واحد جرام ما هبلك يا البخورة. نفر ربك مالك أنت، ما تصحوا منك والله لو تجيني الصحة منك إني ما أخذها. أكو 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 يا ما بقول لي أنت خذ صحتك. البث هذا ما هو طحن خواطر، استئصال استئصال خواطر. صلى أمك تستاهل، الله يطول بعمرها ويشفيها يا رب. سعيد مع سلامي. انت في مكة ابغى خدمة. لبيك يا صوت اندعاني علي الطلاق ورب الكعبة. الحين تذكرت ان قلت لي امك بش اشوف مكتوب لك. شوف تعرف ولا لا؟ اي ولا والله ابشر يا بنت عمي. شوف قولي تعرف ولا لا. والله ذكرتاني، ابغى شيء يا اهل مكة اذا تعرفون. عندي انا في مكة عندي يزهلي علي الطلاق ليجي. سعيد وينك؟ ايوه في مكة انا. اقول بالسناب وينك؟ يا شياطين. اهل مكة بسألكم سؤال. طيب خلاص انتهى. تعرف؟ انتهى خلاص، لا تعلم من احد. امانه تعرف؟ خلاص انتهى، اعطيني بكره اعطيك خبر، انتهينا. الله يا سعيد ان كان تحصل لي، الله يكتب اجرك يا شيخ. انتهى علي الطلاق اللي يجيك رقمها بكره. الله يسعدك. تدري ان امي من اول ورب الكعبه تكلمني يا اخي، ما اجس افكر مين في مكه، مين في مكه اعرف. شوفي شوفي السناب، نسيت اسالك. يا رب اني احصل. هذا اهم سؤال، اهم سؤال هذا. لا تنام. خلاص انتهى. وانت ايش دخلك؟ ها بدأت تشمك. هذه جلحفة، هذه جلحفة أصول أبرم، هذه جلحفة. أنا ما نفذ جلحفة، تعودي من الشيطان. عادي حتى الجولة الثانية راح أخذك أصلا رايح جاي. تخيل داري داري دام الريال عندك ما شاء الله. ها هي جاء. اسمعوا إذا يعطيني أعشاب وأشياء زي كذا للسكر ما أقدر، لأني أنا الحين قاعد أستخدم. لا تأخذي ولا حبة. لا أيوه ما أقدر. لا تاخذون لا حب، تعوذي من الشيطان. ترى في وحده راحت للدكتور جايه من قطر، تدرون تقول شربت اعشاب وسبب لها، وقف عندها الكلى، وقف عندها الكبد. يقول لي اقسم بالله، يقول جابوها عيالها والله العظيم، يقول مو دمرانه اللي بعده. مستحيل استخدم اعشاب انا. تدرون البردقوش بدا شو اسمه الكركديه، قال لي انتبهي تشربينها. أنا لما أشرب قرفة تسبب لي هبوط حاد في السكر. طيب أنت كمريضة سكر، وش الأشياء اللي ممنوعة عليك غير الحلا والنشويات؟ بس الزعل. إلى منك دخلتي معي
سكرك يتعدل ولا ينتفخ ولا وربك عبني يرتفع يما شوف وجهك اني ما شوف خير عشان يسكر عشان يسكر مرة واثق من نفسك أقول إنك تسمى كبد خلو سكر لا تأخذ في نفسك مقل انت 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 الحين السكر ما يرتفع الا من السكر صح ولا لا انت اذا شفتيني يرتفع سكرك صح ولا لا يرتفع من كثر ما ارفع ضغطي من كثر ما ارفع ضغط السكر الحين وش دخل ضغط يعني تخليني اعصب 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 البارح ما هلا كانت كنا نلعب الليل كله ما هلا فلحت من عندي هبط السكر وش يعني وش يعني بالله عليكم لا ترفع صوتك احترم نفسك انا مش دا متابعي طرمي ولا برم أبو حنش يا أبو بوسات الله يسعدك بنت ولا ولد أنت ما تحب حبين أنت قاعد يجيني بوسات سكرة اسميك وليش ريان افتح الدبل 6000 افتح الدبل يا عيال دخيلكم يا الله بخيال أطراف ما معك الخيال لا تعطوني بوسات يما سعيد والله جاكو بدأت أحبه تحب حبة ركبك لا يعني الشيطان الشيطان يعني هو قرن إيش رأيك اليوم نفلحين يا كاية والله أنا بروح والله خير أعطوني جوال آيفون وانا ها يموت على حسد لو كان مالي هم اللي رفع قلوانا هبولي كما ها مش عارف فيني انت انفروبة يا بقعة وانا كل ما قالوا كل ما حد هبالي حاجة قلوانا وانا كما بزور الصغيرة الصغير اليتيم اليتيم والله اليتيم. ما حد يحبه قسما بالله اليتيم بهذلانا باليتيم كلت الدنيا كلها خلي يتيم وش ذا اليتيم ما بقى ولا حبة وانت تحسبين هم الجيك واعطوك اياه الايفون حبنه طربا في خلقتك تاعك؟ يا ريان ترى اعطوني ايفون تخيل قالوا المتابعين يسوي عليه سحب يا رب يا ان شاء الله يا رب انه ينسرق اسال الله ولا ينكفح ارحب لب ابوك ارحب يا ابو بصه لب اب كليني يا بساس الدينه كليني انفخوا يا عيال دخلكم معك لبوبو معه يا عيال دخيلكم لا تخلونه اقرني انا في دار روحك اقرني كليني يا بساس الديره حاصر رجال دخيلكم رويال جحفلهم بسياره حي عينك يا رويال إن الله بنيده ابصمي يا اخي ما ادخل معاك تجيب لي النوم يا اخي تسد النفس انت